طيب شايف حضرتك ان في اختلاف في الاليه ما بين الطرق اللي هم كانوا بيعملوها في نشر افكارهم دي وما بين الحاضر اللي احنا بنعيشه؟ النهارده السوشيال ميديا دي كارثه بالنسبه لنشر مثل هذه الافكار. زمان كان لازم يقعدوا في مكان خاص، وكل مجموعه كان لها بيبقى ما يسمى الامير او نقيب الاسره، ويجي فيلسوف من الفلاسفه بتوعهم اللي حافظين الافكار وبتاع علشان يديهم هذه. النهارده للاسف السوشيال ميديا في ثواني اي حاجه عاوزين بتاع. كان زمان مهمه الامن اسهل من النهارده. النهارده السوشيال ميديا، ولو ان الحمد لله جهاز مباحث الجرائم الإلكترونية اللي عامل القضية الأخيرة اللي ضبطت من كام يوم دي وأعلن عنها بالأمس وزارة الداخلية، إنما أيضا كان زمان التعليمات بتوصل لأعضاء التنظيم عن طريق أحد أفراده كان بيسمى ضابط اتصال التنظيم، وكانت لما بنوصل إحنا كجهاز أمن لضابط الاتصال كان بيسهل لنا المأمورية، يعني متابعته ومراقبته في خلال أسبوع اتنين تلاتة بالكتير نكون عرفنا التنظيم كله، لأنه على الأقل كان بيفوت عليهم عشان يبلغهم التعليمات أو ياخد منهم وهكذا. النهاردة لا، برضو السوشيال ميديا وهو قاعد بيبعت التعليمات والرسائل بيبقى كل شيء. ففي الماضي كانت المهمة أسهل بالنسبة لجهاز الأمن. النهاردة السوشيال ميديا سهلت المهمة للتنظيمات السرية وصعبتها على أجهزة الأمن. تليفون النهاردة كمان بيستخدم في تفجير، بيحط شريحة في المادة المتفجرة يضرب النمرة يحصل انفجار. زمان لا، كان لازم يبقى في شخص هو اللي بيقوم بعملية التفجير. فمهمة الأمن في الماضي بحقيقي كانت أسهل بكتير من مهمته النهارده.